السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد، وجبت لكم محمود اهو. والنهارده تحدي حاول ما تضحكش، بس مش بس حاول ما تضحكش، تحدي حاول ما تبتسمش. يعني هيبقى اصعب من اي تحدي احنا عملناه قبل كده. مبدئيا انا عارف ان انا هخسر، هو الفيديو قصير بس احساس كبير انا هخسر، لان انا اصلا يعني حاول ما تضحكش بالعافيه بمسك نفسي. فتخيلوا بقى احاول ما تبتسمش، وانت كمان حاول ما تضحكش وحاول ما تبتسمش. تمام، العبوا معانا، واكيد محمود هيلعب معانا رخامه كده اللي هو كل مره يعني بيلعب معانا كده. ابتديت اضحك. نبدا مع الفيديو. نفصل بقى، نفصل. يلا بينا. لا فظيع الفيديو ده، الفيديو ده مسخرة أقسم بالله. إيه ده يا جدعان، هرموه من هنا؟ يا دين النبي على هزار البوابين يا جدعان. بيضحك ورا الكاميرا، بيضحك. كان هو ده الفيديو، حاجه كده عشان الشباب يعني، حاجه كده بسيطه. لا بس بصراحه من اصعب التحديات اللي عملتها يعني. ده اصلا لو حاول ما تضحكش، لو حاول ما تضحكش مش هتقدر، مفيش مجال خالص لموضوع حاول ما تبتسمش. لا 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 لا، والاولاني فظيع. يا خراب يا جدعان. المهم كان هو ده الفيديو. ما تنسوش الشير، اعملوا شير للفيديو واعملوا سبسكرايب ولايك، وسيب رايك في كومنت، وسيب لنا افكار تحت الفيديو، وبعت لنا فيديوهات، وتحت هسيب لك لينك صفحه البرنامج. اعملوا لايك وتفاعلوا عليها، عشان بنسالكم على حاجات هتفيدنا في البرنامج وهتفيدنا في فيديوهات بنعملها مستقبلا يعني. وقت ما بيكون في لايف برضو في مثلا عليها. مثلا بنعلن عليها حاجات، فيا ريت تدخل وتتفاعل عليها عشان نقدم لكم الفيديوهات باحسن شكل نقدر عليه. وهسيب لكم لينك صفحتي الشخصيه عشان نتكلم سوا، ومش هسيب لكم لينك صفحه محمود عشان انا اناني. ونشوفكم المره الجايه. السلام عليكم.